احنا انا وخويا وصاحبه وشي دراري اخرين كنجمعوا تقريبا كل عام وكنديروا خيلوطه. كل واحد فينا اش كيجيب، كاين اللي كيجيب الطاجين، كاين اللي كيجيب الخضره ولا التوابل. خيلوطه هي سماو خيلوطه حيت كاين، حيت حنا كاملين كنجيبوا كل واحد فينا كيجيب شي حاجه من كل دار العام ولا شي حاجه وكنطيبوها وكنتسناو على ما تطيب. كل عام كنديروا خيلوطه، ماشي ضروري نكونوا كاملين، لا ما كانش واحد، كل مره مع من كنديروها، كل واحد كيجيب وكنطلعوا الصح، كنزعيطوا على اصحابنا وكنطلعوا الصح. انا جبت العطريه والبصله، هو صحابي جاب واحد اللحم واحد طاجين واحد الخبز وبزاف الحاجات. بما طابت حنا كنكونوا جالسين كنلعبوا كنبقاو نهضروا كنضحكوا صافي. واليوم درت خيلوطه وعجباني بزاف، ولات صحابي اللي كانوا في امريكا كيديروها حتى انا نورا لهم، الا كانوا كيذبحوا الحوانت انا نوريهم خيلوطه، نقول لهم بلا هما خصهم يجيبوا طاجين وكل شيء وانا نطيبوا داكشي، غندير لهم طاجين من المغرب وغنعلمهم خيلوطه. نقول لهم واحد يجيب هذه واحد يجيب هذه واحد يجيب هذه وانا نجيب طاجين وغنعلمهم، وغيبقاو يديروها وادي يوريو الامريكان كله ونتشارن. Bye.